اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. احبتي في الله، ايها الشباب الاكارم، ان قام جمع على لهو واغنيه فجمع اليوم للارشاد والادب، او قام جمع على لهو واغنيه فنحن جئنا لنرقى سلم الرتب. ايها الاخوان، ايها الشباب، ربنا عز وجل بين لنا في كتابه ومحكم كتابه نعمة عظيمة ومنة كبيرة. هذه النعمة التي امتن الله عز وجل علينا بها هي نعمة الإسلام، أعظم النعم على الإطلاق وأجلها بالاتفاق. ولهذا ربنا عز وجل يقول: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وربنا جل وعلا يقول عن أهل الجنة: جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله جل وعلا، أيها الشباب، هدانا للنعمة العظيمة، من الله عز وجل علينا بنعمة كبيرة، نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه أعظم نعمة وأجل منا. ولهذا يقول أبو العتاهية: إذا أبقت المرء، إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. يعني هب أنك أيها الشاب أنك تفقد كثير من النعم، لكن تنعم بنعمة الهداية، تنعم بنعمة الإسلام، تنعم بنعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه من أعظم المنن وأجلها. ولهذا أيها الإخوة، من حافظ على هذه النعمة ونال هذه المنة فإنه يعيش عيشة هنية مطمئنة وراحة وسعادة أبدية. ولهذا جاء في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. نعم إخوتي في الله، هذه المنة التي امتن الله عز وجل علينا بها أكملها لنا وأتمها لنا ورضيها لنا. أفلا نرضى الإسلام لنا؟ أفلا نرضى تعاليم الإسلام أن نتمشى به؟ أفلا نرضى نعم أخلاق الإسلام أن نتخلق به؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يأتي يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول: يا عمر، آية في كتابكم تقرؤونها؟ لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فيقول عمر رضي الله عنه: وما هي؟ قال: آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيقول عمر: والله إني لا أعلم متى نزلت وعلى من نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته في يوم عرفة، في يوم الجمعة، في حجة الوداع. ما عاش بعدها عليه الصلاة والسلام إلا أياما معدودة، 90 يوما أو قريبا من ذلك، ثم توفاه الله عز وجل. يا أخي الحبيب، هذه النعمة التي هدانا الله لها، هذه المنة التي يعني ساقنا الله عز وجل إليها، لا بحولنا ولا بطولنا ولا بنسب ولا بمال ولا بجاه ولا بمنصب ولا بجنسية ولا غير ذلك، إنما الله جل وعلا هدانا لهذا الإسلام، هدانا لهذه المنة. ولهذا تجد الراحة والطمأنينة عند من؟ عند أهل الإيمان. تجد السعادة ولا لا 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 والراحة الأبدية عند من؟ عند أهل الإسلام. يشرح الله صدورهم وينور قلوبهم ويطهر أفئدتهم، كما قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إذن الإسلام فيه الراحة وفيه الطمأنينة، فيه الإشراح. انظر إلى إيش؟ إلى فئام من الكفار يعيشون في تعاسة وانتكاسة، وإن كانوا في الظاهر قد يعني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، وإن كانوا في الظاهر نعم عندهم نعيم، لكنهم أحبتي في الله في تعاسة وانتكاسة. ذات يوم ابن حجر رحمه الله يسير ومعه موكب ابن حجر، معه موكب من الطلبة والتلاميذ والسائلين. استقبل وهو في هذا الطريق يهودي
يهودي متضمخ ومترطخ بالزيت، فمسك بالحجر ووقف في طريقه وقال يا شيخ، أي جنة أنت فيها؟ وأي سجن أنا فيه؟ وأي جنة أنت فيها؟ المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أي جنة أنا فيها؟ وأي سجن أنت فيه؟ أنت في فرح وسرور وراحة، وأنا في غم وهم وتعب وقلق. فقال ابن حجر رحمه الله: إن الله عز وجل ما أعد للمؤمنين يوم القيامة يعتبر في الدنيا سجن، لأن النعيم المقيم والحياة الأبدية والراحة والطمأنينة والسعادة التي لا يعلوها سعادة في جنات النعيم، لا تحول ولا زوال ولا ذهاب. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم أيضا أنت في سجن لما أعد الله لك من العذاب الأليم. ولهذا جاء ذات يوم إلى إبراهيم النخعي رجل معه كلب يقوده وقال: يا إبراهيم، أيهما أطهر، كلبي أم لحيتك؟ يعني وش تظنون الإجابة؟ قال: والله أنت تستهتر باللحية، أنت ابعد، أنت مالك كلام. لا، الإنسان يستقطب الناس ويحاول على هدايتهم ويدخل لهم الأفكار والهدايات والإيمانيات بقدر الإمكان. فقال إبراهيم النخعي، واستمع إلى الإجابة الفريدة، فقال: إن كنت في الجنة فلحيتي أطهر من كلبك، وإن كنت في النار فكلبك أطهر من لحيتي، وإلا لا؟ إذن العبرة أحبتي في الله يعني بهذه الهداية وهذه المنة التي امتن الله عز وجل علينا، هذه المنة وهذه الهداية التي هدانا الله لها، يعني هي مثل الزجاجة. عندك زجاجة الآن تحافظ عليها إيش؟ من الانكسار، ولا لا؟ تحافظ عليها من الخدش، لا يخدشها شيء. أنت الآن عندك نعمة الهداية، نعمة الإيمان، لابد أن تحافظ عليه. بماذا؟ بما وسائل الثبات، وسائل الثبات الذي تثبت على مبدئك، تثبت على أصلك، تثبت على إيمانك، تثبت على إسلامك. سرعان ما نسمع انتكاسات، سرعان ما نسمع انعكاسات، سرعان ما نسمع نعم ذهاب وإياب. لماذا؟ لأن الإنسان أحبتي في الله ينسى الأسباب الموجبة للثبات. نحن بحاجة إلى الثبات، لا سيما الآن في هذا الزمان، زمان يعني الفتن والمحن، زمان في خضم يعني الملهيات والشهوات والشبهات تترى علينا في الثواني، ليس في الدقائق ولا في الساعات، بل في الثواني من المدلهمات والشرور. ما الله عز وجل نبي عليه، ليس الآن الشر والبلاء والفتن في قنوات فحسب، بل هي أحبتي في الله في جيوبنا من الشر والفساد. ما الله عز وجل نبي عليه، إذا كيف نواجه هذا الشيء؟ كيف نواجه هذه الفتن؟ لابد نحن بحاجة إلى الثبات. ولهذا ربنا يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا أيها الأحبة، حينما الإنسان يحتاج إلى الثبات تجد الإنسان يعني الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعني ما دامت روحه في جسده فهو على خطر عظيم. ولهذا سفيان الثوري ذات يوم يبكي، بكى حتى طلع الفجر، فقالوا: يا أبا عبد الله، مما تبكي؟ تبكي من الذنوب؟ قال: والله إن الذنوب لهي أهون علي من هذا، ولكن أخشى أن يسلبني الله ما أعطاني الإيمان. يقول ابن القيم: والله ما أخاف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها، لا ذاك كان بمنة الرحمن. ربنا يمتن على عباده، يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من أعظم الوسائل الثبات، طبعا كثيرة وأبوابها مشرعة ومشاعة، لكن من أبرزها أحبتي في الله أمر عظيم، شأن كبير تحبه نفوسنا،
تحبه قلوبنا لكن العمل به قليل. هذا من العجائب، نحبه ولا نعمل به، هذا عجيب ولا لا؟ أن تحب شيء لكن ما تعمل به. ربما يكون المحبة هذه يعني دعوة ما لا حقيقة. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إلا المحب لما يحب مطيعه. طيب ما هو هذا؟ هو كلام الله عز وجل، هو القرآن. والله يا عباد الله ما حصل بلاء ولا فتنة ولا محنة ولا شر إلا بسبب الإعراض عن القرآن، وما حصلت هداية ولا استقامة ولا صلاح ولا فلاح ولا نجاح ولا أنس ولا طمأنينة ولا راحة ولا سعادة إلا بالإقبال على القرآن. نعم أحبتي في الله، ولهذا القرآن هو المثبت الأول، المثبت الأول على الاستقامة والصلاح والهداية. فما هو واجبك نحو القرآن؟ ما هو دورك مع القرآن؟ أن تحب القرآن لا شك، لا شك. أنا كما قلت لكم، شيء تحبه لكن ما تعمل به، هذا غريب. يعني الآن تعمل تحب القرآن لكن بعيد عن القرآن. تقول تجد بعض الناس يقول والله أنا في هم، أنا عندي ذنوب، أنا عندي يعني هموم، أنا عندي جلسة سوء، أنا عندي كذا من المشاكل سواء فردية أو أسرية أو اجتماعية، لكن علاجها ماذا؟ علاجها بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شفاء ليس رقية فقط، شفاء لقلبك، شفاء لبدنك، شفاء لحياتك، شفاء لهمومك، شفاء لمرضك، شفاء لغمك، شفاء لكل ما تريده. أقبل على القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. انظر لما أعرضنا عن القرآن أصابنا هم وقلق وانتكاسة، ونحس أننا يعني في بول شاسع، ونحس أننا في عالم آخر. لو من العجائب، والعجائب جمع قرب الشفاء وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء يقتلها الماء الظمع والماء فوق ظهورها محمول. هذا الإبن عطشة والماء وين؟ فوق الظهر. وين؟ ويعطش الآن. كذلك أنت القرآن الآن أمامك، ما بينك وبينه إلا أشبار. ليش ما تقبل على القرآن؟ افتح المصحف يوميا، كحل عينيك كما يقول بعض السلف، يقول اني يوميا اكحل عيني برؤيه القرآن. نعم احبتي في الله، اتدرون ان رجلا كفيفا ياخذ المصحف ويضمه على صدره ويقول ما اتمنى الا ان الله عز وجل يفتح عيني لارى كلام الله عز وجل بعينيه. انت الان في راحه، في سعاده، في امن، طمانينه، افتح المصحف اقرا شيئا من القرآن. لو كل يوم تقرأ يعني عشرات الآيات ثم غدا مثلها لحسيت براحة وطمأنينة وسعادة. ولهذا أحبتي في الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جبير بن مطعم كان مسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه في أسرى بدر. وتعرفون هذا الكافر يعني استشاص وغضب، وجاء يعني قادم الى النبي عليه الصلاه والسلام منفعل، والنبي يصلي المغرب، يصلي المغرب ويقرا سوره الطور. فقرا النبي عليه الصلاه والسلام: ام خلقوا من غير شيء هم الخالقون. سبحان الله، ايه عظيمه. فوقف شعر راس جبير بن مطعم ويقول: كاد قلبي ان يطير، لا إله إلا الله. يعني أم خلقوا من غير شيء؟ هذه الآلهة التي تعبدونها خلقت من غير شيء، ما يمكن. هل هي تخلق أحد؟ ما يمكن. إذن إيش بقي ثالث؟ وهم مخلوقون، هم مخلوقون، خلقهم الله عز وجل. فكيف تعبدونهم؟ وكيف تسألونهم؟ وكيف تدعونهم؟ وكيف تستغيثون به؟ أيها الأحبة، كلام الله عز وجل حينما يتدبر الإنسان، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، ما موقفه حينما يتدبر قول الله عز وجل يا إن الله يأمر بالعدل والإحسان؟ مش موقفه حينما يتدبر الإنسان آيات عظيمة؟ أضرب لكم مثلا، أحد الملوك كان عنده أمة، كان عنده أمة، وقال لها أحضري الطعام. فجاءت بطعام بإناء مرق، فلما قربت من هذا الملك
طبعا هي أمة تباع وتشترى، فلما قربت منه انكفأ هذا الإناء أو هذا القدر على ماذا؟ على حجر الملك، انكفأ الإناء بحرارته، بحرارته الشديدة انكفأ غضب ولا لا؟ غضب غضبا عظيما، يعني إذا ما غضب هذا الموقف متى يغضب؟ غضب. هي ما شاء يعني، هي هذه المرأة وهذه لا 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 الأمة الصالحة المتدبرة للقرآن ماذا قالت له؟ قالت والكاظمين الغيظ، يعني خلاص الآن يمكن يقطع رأسه عن جسمها، يعني خلاص الآن تنظر هذا الحرارة في الحجر وهذا العثى. فقالت والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي. ثم هي قالت والعافين عن الناس، لأن إيش؟ انظر الآية، يعني والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، حتى انسياب الآية تعطيك تدبر عندما فهمت هذه الأمة. يعني بعض الناس يكظم الغيظ لأجل صديقه، لأجل مثلا زميله، لأجل إنه الناس ما يقولون ما شاء الله، يعني يغضب يزعل كذا، يكظم الغيظ لمآرب أخرى. لكن متى يقول الوعد بات، اسمي لاقيك، ألقاك بالمدرسة، ألقاك بالطريق الفلان، يعني توعد ويترى الصدر متى؟ بعدين. ربنا عز وجل يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. قال إيش؟ عفوت عنك. بقي شيء ثالث ما هو؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قالت هي والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. فقال هذا الملك اذهبي فأنت حرة لوجه الله. اجتمع الخير بحذافيره بهذا، يعني وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبب ما مثله سبب، يعني يا ليت لنا قد انكب من قديم، سأصبحت حرة لوجه الله. كظم غيظة وعفى عنها واعتقها لوجه الله، هي استفادت وهو استفاد. فتدبر القرآن يرحمك الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أخي الحبيب المثبت القرآن، والله المثبت القرآن، أقبل على القرآن، كن من أهل القرآن. عند الإمام أحمد إن لله أهلين، قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، هم أهل الله، أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. أقبل على القرآن، لا تبحث عن العلاج ذات اليمين وذات الشمال، القرآن هو علاجه، هو شفاء، هو صحته، هو أمنه، هو سعادته، هو راحته، هو ضياءه، هو نورك، هو القرآن. واستمع إلى أبيات يقولها حافظ حكمي رحمه الله في هذا المجال مبينا شيئا من معاني القرآن، نذكر بعضها. يقول رحمه الله وبالتدبري وترتيلي فتلو كتاب الله لا سيما في حدث الظلم، حكم براينا واعمل بمحكمي حلا وحظرا وما قد حده واقيمي، واطلب معانيه بالنقل الصحيح ولا تاخذ برايك واحذر بطش منتقمي، وعن ملائك ويا صاحب زجرا والأمر منه بلا ترداد ملتزم، هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خطب الرحمن بالكلم، هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خطب الرحمن بالكلم. من وسائل الثبات أيها الأحباب، أيها الشباب الأكارم، ذكر الله عز وجل، ذكر الله، اجعل لسانك دائما يلهج بذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل أحبتي في الله في المساء والصباح، اجعل لك ولد صباحا ومساء، ذكر الله عند الآكل والشرب، ذكر الله عند دخول الخلاء والخروج منه، ذكر الله عز وجل عند دخول المنزل المسجد والخروج منه، وهكذا دواليك. فربنا يقولنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا الذكر
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. هذا الذكر يثبت. انظر ربنا عز وجل حينما اوصى الذين يجاهدون في سبيل الله قال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني حتى انكم جئتم تجاهدون في سبيل الله فلا تنسوا الذكر واذكروا الله. الحج برمته بمشاعره بشعائره بتنقلاته ربنا يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الذكر أحبتي في الله. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله شعائر الإسلام كثيرة وأبوابه مشرعة فمرني أو أعطني خبر أنا ألوم به شتات الأمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك ضع معك حسن المسلم بريال واحد. كأن الآن صار أصبح حسن المسلم أغلى من السفن ولا لا؟ أو السفن أغلى؟ السفن الآن بريال ونص لكن حسن المسلم بريال واحد. ضعه في جيبك واقرأ أوراد المساء بعد صلاة بعد العصر أو قبل المغرب أو بعد المغرب وكذلك أوراد الصباح بعد صلاة الفجر أو إذا طلعت الشمس أيضا ما يضر. كذلك إذا دخلت إذا خرجت أضعه في جيبك وعلى إيش؟ مركوبك في سيارتك لتكون من الذاكرين الله كثيرا. ذات يوم النبي عليه الصلاة والسلام مر على جبل فقال سيروا هذا جندان سبق المفردون. قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وربنا يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من وسائل الثبات أيها الأحبة الجليس الصالح. الجليس الصالح من وسائل الثبات يعينه. الإمام أحمد كان يضرب وحتى يعني فسد جلده العلوي من شدة ما يضرب أمام الفتنة أنه أن يقول بخلق القرآن. ومع ذلك أيها الأحبة يأتي إليه أحد ويصغي إليه ويقول يا أحمد اصبر فإنك على الحق فإني أنا أصبر على الشر والفساد اصبر على الحق. فكانت نعم العون والثبات للإمام أحمد رحمه الله. فيا أحبتي في الله كذلك من عبادة كذلك من التبكير إلى الصلوات المحافظة عليها. لا يعني احذر أن تفوتك الصلاة. لا تفوتك الصلاة احذر. سعيد المسيب 40 سنة ما أذن المؤذن إلا وهو في المسجد. سليمان بن مهران مات 70 سنة ما فاتت الصلاة إلا مرة واحدة ماتت أمه فاشتغل بتجهيزها. ولهذا جاء العبادة في وقت الهرج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج كهجرة إلي. فحري بنا عباد الله أن نحرص. كذلك شكر الله لئن شكرتم لأزيدنكم. اشكر الله على نعمة الهداية على نعمة الاستقامة على نعمة الإحسان. ولهذا يقول بعضهم سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الإبالية لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر هو الرفيع فلا الأبصار تدركه سبحانه من مليك النافذ القدر سبحان من هو أنسي إذ خلوت به في جوف ليل وفي الظلماء والسحر أنت المحب وأنت الحب يا أملي ما لي سواك ومن أرجوه يا ذكوري. فالله أيها الشباب وصية وختاما لا تفوتكم هدية. لا تفوتك هدية ما دمت على قيد الحياة هي لك. هذا وقتها وهذا زمانها وهذه أيامها. هدية ثمينة هدية لا يمكن تكليبها. هدية أيها الشباب الأحباب هدية ثمينة من أين؟ من سيد البرية محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه.
هي دراهم؟ لا والله. هي مسكن؟ لا والله. هي قصر؟ لا والله. هي بستان؟ لا والله. هدية ثمينة هي لك، هي زمانها، هذا زمانها، هذا وقتها. أتدري ما هي؟ سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. أيها الشاب اغتنم هذه الوصية، اغتنم هذه الهدية، احرص على صيانتها والعناية بها والمحافظة عليها ما دمت على قيد الحياة. شاب نشأ في طاعة الله، وإلا سوف تنتقل غدا وتكون كهلا، وغدا تكون شيخا وأبا وجدا، وهكذا شيئان ينقشعان. أول وهلة ظل الشباب وصحبة الأشرار، فاحرص على التمسك بهذه الآلية. ولا تظن يا أيها الشاب أنه إذا قيل شاب نشأ في طاعة الله أنه يربط نفسه في المسجد، أو لا يقوم ولا يقعد، أو لا يعمل ولا يتوظف، أو لا يبيع ولا يشتري. لا، هذا ليس بشرع. إنما إيش؟ شاب نشأ في طاعة الله يصلي محافظ عبارا بوالديه، واصلا لأرحامه، يحسن، يتصدق، يبتسم، المسلم مسلم المسلمون من لسانه ويده، يعمل، يكدح، يقضي الحاجات، ينفس الكربات، يحرص على الدعوة، يحرص على الخير. هذا شاب نشأ في طاعة الله. وإلا أنت فاحرص على هذه الوصية الثمينة العظيمة. وظهر في بعض لا 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 نسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا الشيخ خالد أبا الخير خير الجزاء، وأن ينفعنا بما قال. الأسئلة كثيرة يا أخ، ولكن لعلنا نأخذ بعضها. يقول يا شيخ إني أحبك في الله، كثير من الشباب يريد التوبة ولكنه يخاف من الانتكاسة، فكيف نكسر الحاجز بينهم وبين التوبة وفقك الله؟ هذا يعني الشاب يريد التوبة ولكنه يخاف من الانتكاسة، يعني عجيب، يعني كيف الآن هو تائب ويخاف أن يرجع؟ الإنسان أيها الأحباب حينما يتوب فالله عز وجل التوبة تتوب ما قبله، خلاص إذا تبت خلاص، يعني من تاب تاب الله عليه. يعني التوبة ماذا هي؟ تمحو الأثر، ما يكون لها بقى. إذا كيف تخاف الانتكاسة؟ يعني هذه من 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 من, من سياسة الشيطان. الشيطان لو سياسة من سياساته يقول لا تتوب، ترى إذا تبت سوف ترجع. قل سوف أرجع وأتوب، وسوف أرجع وأتوب، وسوف أرجع وأتوب، على رغم أنفك أيها الشيطان، ما يضر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيهم أحسن أيها الشاب؟ يعني ما تتوب تستمر على ضلالك وعلى يعني معصيتك وعلى هوائك، وإلا تتوب فأن تفتح المجال بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذا من غير من غزل الشيطان، من غزل الشيطان ودسائسه أنك إيش؟ يقول لا تتوب لأنك سوف ترجع. لو رجعت لرب يغفر، لو رجعت لرب يغفر. أنت وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. في صحيح مسلم الرجل الأذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، يقول الله عز وجل أما علم أنه له رب يغفر له. فاحذر، احذر أن يكون لك عقبات. أخشى أن أنتكش، أخشى لي ما استمر، أخشى لي مثلا بعض الناس يقول أخاف أجي الدعوة أو أجي المحاضرة، يعني أجي أسبوع أسبوعين بعدين أنقطع أفشل. لا يا أخي، أنت لا تدري أي الأبواب التي تدخل الجنة منها، بأي باب تدخل، ادخله، تعال تب إلى الله عز وجل. وإني لغفار لمن تاب. إذا تبت بدل الله عز وجل سيئاتك حسنات، سيئاتك حسنات. فلهذا لا تجعل الانتكاسة يعني أنت لما تتوب تكون عندك يقين أنك لن تعود وتندم وأن لا ترجع إلى الذنب، وكذلك تقلع من الذنب. شروط توبته من شئت عدتها ثلاثة حصلت على مهلي: إقلاعه ندم، وعزمه أبداً أن لا يعود لما جرى منه، وقولي إن كان توبته من ظلم صاحبه لا بد من رده الحق على عجل. فلا تجعل إن يمكن أن تكس، أنت الآن تعمل، اعمل بهذا اليقين وهذا الأصل وهو التوبة، ولا تجعل الشك والظن والأوهام والهواجيس هي التي تطغى عليك. اعمل بالأصل وهو التوبة، والهواجيس والظنون والشكوك اجعلها هي الأخيرة، لا تجعل هذه تطغى على هذه.
ومن الأصول أنك أنك تتمسك بالأصل وتتمسك باليقين وهو التوبة إلى الله عز وجل التي فتح الله عز وجل بابها لعباده. جزاك الله خيرا. يقول شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله، يقول أنا يا شيخ مبتلى بحب شخص وبعد حبي له تكاسلت في عبادتي وكثرت التفكير فيه، ما هو علاجي يا شيخ جزاك الله خيرا؟ العلاج بسيط جدا، العلاج بسيط جدا جدا، ما يحتاج العلاج هذا. إذا كان حبك لغير الله فاتركه، اتركه، وإذا كان لله فاستمر عليه، هذا العلاج. إذا كان حب هذا الشخص يعني يزيحك إلى الشر والفساد، يبعدك عن المسجد، يبعدك عن بر الوالدين، يبعدك عن الصلاة، يبعدك عن القرآن، فابتعد عنه لا خير فيه. وإذا كان الحب لا يعني يعينك يساعدك، فأنت الآن خصيم نفسك، أنت أعرف بنفسك. لما أحببت هذا الشخص مثلا تساهلت، لماذا؟ لأن هذا الشخص يمكن عنده تكاسل، عنده تهاون، عنده مثلا نوع من المعاصي، عنده يعني شهوات. أنت الآن ما دمت أنك رجعت القهقرة فاترك هذا الشيء، لأن من شروط التوبة الترك، من شروط التوبة الترك. والذي قتل 99 نفسا قال إن هذه بها قوم، إن هذه الأرض أرض سوء، فانتقل إلى هذه الأرض فإن بها قوم يعبدون الله عز وجل. إذن أنت غير من حسن إلى أحسن ومن سيء إلى حسن، غير عتبة بابك، غير عتبة بابك تستقيم حالك. جزاك الله خيرا. يقول يا شيخ هل بر الوالدين من أسباب الثبات؟ لا شك، لا شك أن بر الوالدين من أعظم العبادات، لا سيما للشباب. أنت الآن لو صبرت أحوال الناس، لو وجدت الذي عنده سعة بالرزق وراحة وطمأنينة وتقدم وفي دراسته أو في عمله أو في أحواله، انظر إلى بره لوالديه. نعم أيها الشاب، الله الله ببر الوالدين، الله الله ببرك بوالديك، احرص على برك بوالديك بقدر الإمكان. نعم قبل رؤوسهما، استأذنهما ولو بشيء بسيط. أعجبنا من شخص الآن يقال له رجل أعمال كما يقال له، مثل ما تكون نصف بريدة له، لكن سبحان الله والله ما أحرك شيئا يسيرا ولا ما يسمى مثلا شيئا يسيرا إلا واستأذن الوالد. وحتى لو بغيت أسافر أتاجر في جدة أتصل على ترى غدا أسافر، وش رأيك يا ولد؟ عن مسافر مخطط وكلش، لكن لأجل إيش؟ الله يوفقك يا والدي، الله يصلح، الله يسر أمرك. وحتى الأب يقول والله ما شفت مثل أبن هذا الابن، عجيب الأمر، كبر وكبر كله، تزوج وأجا أولاد وصار أصبح جد، لكن ما يزال البر موجود. ولهذا حيوة بن شريح كان يجلس في المسجد وعنده مجموعة من العلماء وطلبة العلم، تدخل عليه أمه من عند الشارع تقول يا حيوة قم على الدجاج شعير، يقول في الشتين وذا وقته أنا أستحي، أنا غني، أنا أقرأ قرآن، أنا أحدث. لا يقوم كثير من الشباب تجد أولادك أنت في الشتين عند صديقي، أنت والله أنا أستحي، أنا كل يوم أنتم مضيقين علي، الناس مستنسين وأنا لا، الناس منبسطين، ما تخلونا نطنش ولا تخلونا، أنتم مسكين وهكذا. تجد الشيطان لا يا أخي، خذ بر الوالدين في خمسة أمور، آية البر في خمسة أمور، اسمعها جيدا في قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر، لا تقل لهما أف، هذا قول إيش؟ قول باللسان. إذا كانت كلمة أف المكونة من حرفين أف عقوق، فما بالك بما هو أعلى. لما ارتفع
عون بن عبد الله نادته أمه فارتفع صوته على صوتها فأعتقنا فتصدق بنقتين لأن صوته ارتفع على صوت الوالدة. فلا تقل لهما أف، ما بالك بلاء، ما بالك مبلغ وليس الآن، ما بالك ضرب الأبواب، ما بالك ربما صل اللعن والشتم عياذا بالله. فلا تقل لهما أف إيش، ولا تنهرهما. الآن هذا قول سيء ولا لا؟ ولا تنهرهما قول سيء، يعني أيضا لا ترفع يديك أو بعض يعني بعض لا تنهرهما. بعض الناس لا جالس عند والديه مثل القط ينظر للحم مكبس مكبس، يعني حتى الأولاد يمكن تخشى على نفسها ليش؟ وبعض الناس أسنانه عند والديه ملعونة ما يطلع عند الوالدين ما يمكن، لكن لو صار مع أصدقاء وزملاء ما شاء الله فكر بالأرض وفكر بالسماء من الضحك والوناسة. ليش؟ لأن الواحد ينبسط عند والديه. ولا تنهرهما وقل لهما ايش؟ الان نهانا عن القول السيء والفعل السيء، قول باللسان وعمل بالاركان. امرنا بالقول الحسن والفعل الحسن، ولهذا قال وقل لهما قولا كريما ان شاء الله باذن الله لبيك لبيك باذن الله ما يجي الوقت الفلاني الا ان شاء الله لنصلح هذا الشيء. يا اخي لا قلت لبيك ابشر يا امي ان شاء الله وش الحال؟ الحال الله يوفقك يا وليدي، الله يسخر لك، الله يزوجك، الله ينجحك، الله كذا ولا لا؟ لا مو بالحين ليش؟ ولا تنهر ما قل لهما قولا كريما لطيف لين، يعني والله لو تعاملنا مع ابائنا مثل ما نتعامل مع اصدقائنا وزملائنا والله لكنا من البراءه. الانسان مع زميله ما يمكن يخدش مشاعره ولا يمكن يعطيك نظره حاره ولا كلمة قاسية، لا يراعيه ويناظر حاله وخاطره. لو نظرنا والله لكنا من بررة بوالدينا. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لا تجلس ومد رجليك عليهم تقول عكس، ولا تجلس وبعض الناس يعني حد والديه يعطيهم شطرة هذا لا ايش مثل كذا، لا يا اخي، او يكلمهم مع القفا، لا استقبلهم وكف رجليك عنهم وتأدب باحترام واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ثم الخامسة يذكرك ربك بقول بماذا؟ وقل رب ارحمهما لا تنسى. رب ارحم متى؟ متى؟ كما ربياني صغيرة، يعني تذكر، يعني حتى وإن ما استفدت من البر قولا وفعلا فأنت تذكر يوم صغير، تذكر يوم صغير. فلهذا احبتي في الله احرصوا على بر الوالدين. ترى والله يا عباد الله ان عنوان الثبات والصلاح والنجاح في بر الوالدين. تريد رضا الله في بر الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. اياك هذه الليله ويبيت والدك او والدتك وهما ساخطان عليك. هذه الليله افتح صفحه جميله مع قبله على الجبين لوالدك ووالدتك. نعم افتح المجال، بعض الناس يقول استحي وكذا، لا افتح المجال قبل واستاذن وابدا من الان وانت في عملك وذهابك وايابك، لكن لا تنسى بر الوالدين. فهم الحسنات الدار والخيرات الباره، نسال الله الكريم من فضله. جزاك الله خير. يقول يا شيخ الله يجزاك الجنه، انا شاب استقمت منذ شهرين وامارس العاده السريه عجزت على تركها، ابي حال جزاك الله خير. هل الإنسان يعني العادة السرية أيها الشاب يعني فيها كغيرها من الذنوب والمعاصي؟ اللفتة اللي أريد أن أطرحها، يعني بعض الناس الشباب يستعمل العادة السرية. العادة السرية لا تكون لك حاجز عن تأخرك للصلاة، ولا حاجز عن حضورك لمجالس الخير، ولا حاجز لك عن مجالسة مع الصالحين، ولا الذهاب للمحاضرات ولا للكلمات. يعني بعض الناس الشباب اذا استعمل هذه العاده خلاص حس انه ايش؟ كانه كافر وكانه منعزل وكانه منطوي خلاص ما لا يا اخي، هي كغيرها من الاخطاء الشائعه ومن الذنوب مثلا، لكن استمر على خيرك وعلى برك سوف يوما ما وترجع، هي كغيرها. فلهذا بعض الناس يجعل يعني بعض الناس يجعل بعض المعاصي عاقبه على عدم البعد عن الخير. لا يا اخي ايها الشاب اقرب من الخير، وان كنت تستعمل العاده السريه لا تترك الصلاه، جالس الصالحين، جالس الموفقين، اذهب مع ما انت تستعمل هذه،
وكما ستر الله عليك استر على نفسك، استر على نفسك وحاول أن تبتعد بقدر الإمكان، لكن لا تجعلها عقبة للبعد عن الخير. هذه نقطة ضعها على بالك أيها الشاب، لا تجعل العادة السرية عقبة في البعد عن الخير. لا، اقرب من الخير بقدر الإمكان، وعملك هذا احرص على البعد عنه والنهي عنه وما فيه من الأضرار إلى آخره، لكن لا تجعل هذا، لأن كثير من الشباب يقول يعني انتكاسة وحصل لهم من رجوع القهقرة ونحو ذلك بأسباب ماذا؟ بأسباب أنه يعمل هذا الشيء، فهو في قرارة نفسه الناس ما يبون، أهل الخير ما يصلحون لي، أنا مذنب، أنا كذا كذا. هي يعني على حتى وإن قلنا بأنها ذنب، يعني بعض العلماء أنها ليست يعني من كبائر الذنوب التي جاء الوعيد الشديد ونحو ذلك إلى آخره، هي ذنب وخطأ ابتعد عنه بقدر الإمكان، لكن لا تجعل هذا الذنب عقبة في بعدك عن مجالس الخير والمحاضرات وجلساء الصالحين وحب الخير والنصح والإرشاد. كم إنسان مبتلى بها وهو من الذين يدعون إلى الله عز وجل وينبئون ويعلمون. جزاك الله خير. يقول يا شيخ حفظك الله، يا شاب حديث الاستقامة، ما هي نصيحتك لي؟ الحديث الاستقامة، أول نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك، وأكثر من دعاء عمر بن الخطاب، اللهم أنت ربي فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. إذا أولا نعمة كبيرة أنك تسأل عن شيء يثبتك ويؤصلك ويقعدك، ولهذا أحبتي بلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يقول شيخ الإسلام الاستقامة معها الكرامة، الاستقامة معها السعادة، الاستقامة معها الريادة، الاستقامة معها الراحة، الاستقامة معها الطمأنينة، الاستقامة معها الانشراح. فحري بك مما يعينك أن تختار جليسا صالحا، وأن تكثر من ذكر الله، وأن تأخذ شيئا من حزب القرآن يوميا، وأن تكون بارا لوالديك، وأن تكون واصلا لأرحامك، وأن تكثر من العبادة بقدر الإمكان، وأن تكون من الذاكرين الله عز وجل وكذلك تحافظ على الصلوات. هذه كلها وانواعها معينة على وسائل الثبات والتأصيل. لا تقول استقمت خلاص تابس بلسانك فقط، لا، استقم واثبت. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. يعني ما يكفي الإنسان يقول أنا والله أنا مؤمن، أنا صالح، أنا تقي، أنا من ولد فلان، أنا ولد حسن، وهو لا يعمل، ما ينفع. فأنت قل آمنت بالله ثم استقم على هذا الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جزاك الله خير. يقول يا شيخ أنا مبتلى بس لا أعلم أهو عين أم سحر أم تلبس الشيطان، فما نصيحتكم لي؟ والله الظاهر أنك لست مبتلى، هذه هو جيس وحديث شيطان. يعني ما الإنسان ما ينبغي أنه كل شيء يعني يلمسه أو كل شيء يطلع على باله يظن أنه إيش سحر أو عين أو كذا، لا، أنت اطرد هذا الشيء، هذا الوهم وهذه هواجس بذكر الله عز وجل. الذكر يطرد الشيطان. اشغل نفسك بلا إله إلا الله، اشغل نفسك باللهم وصلي على محمد. لما تكثر من الأذكار ينبعد عنك هذا الوهم، هذه أوهام وهواجيس، إن تركتها زادت ونامت وكبرت حتى تغطي عليك. لكن ابتعد عنها بالأذكار، ابتعد عنها بقراءة القرآن، اشرح صدرك، تفائل لمستقبلك، يعني أشغل وقتك بما يفيدك، لا تجلس وحدك، لا تسترخي لهذه الأوهام، لا تسترخي، والله يمكن بعين، يمكن بنفس، يمكن بكذا، يمكن والله أنا مريض. كم الآن لو ذهبت إلى الرقاة وذهبت بعض المستشفيات لوجدت 99% كلها أوهام وهواجيس، كلها أوهام وهواجيس. واحد يقولني وقفت عند الإشارة وجاء لي واحد يقول عليك أن يصلنا الساعة 2 بالليل، السلام عليكم أبو فلان، قال نعم، قال تكفى اقرأ علي، قال والله مسحور، أنا مسحور، قال الحكم. قال يوم راح للبيت قال شوف أنا الآن متولي أني أعطيك كف، أنت ما بكل العقل مش طلعت من البيت الساعة 2، قال انا والله من ذا، قال اقول لك ادري، وهو يعني يضرب وكفل، قال ما بك شيء ابد، والله الحمد لله الحين ما في شيء، جاء الشيطان قومه من النوم وقال يلا
ترى بك رسبه الشيطان وقال بك نفسي بك عين. لا لا تتمثل، عالج نفسك، قوي ايمانك، اقرا من القران، لكن لا تجعل كل هاجس كل يعني شارده كل وارده تجعلها ايش تبني لها؟ تبني لها ايش؟ في يعني في قرارة نفسك انها وهم وكذا، هذه يزود عندها. خلي بعض الناس الحين تجده مثلا جالس وش عندك؟ والله انا مهموم، انا مغموم، انا الدنيا كذا، انا خلاص قضيت، انا وش قضيت الحين؟ عمره مثلا 25 يقول قضيت. اللي شوف يقول عمره 90 سنة، اين قضيت؟ انت تتمثل للشر والفساد، فعليك ان تكون قوي. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. احد العلماء كان يصلي فلما صلى وهو يقول هكذا في صلاته هكذا يشير باصبعيه، فقال له اللي عنده انت شرط باصبعيك من تصلي؟ قال نعم. الشيطان قال اخرج من صلاتك ترى صلاتك باطل، خذ عطر شهدين واطلع من صلاتك. خلاص اطرد الشيطان. الشيطان كما جاء في الصحيحين اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان، ادبر ولو حصاص وضراب، لو حصاص او ضراب، لكن اذا انتهى المؤذن جاء الشيطان نزل اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى يضل الانسان لا يتكلم صلاه. اذا اردت ان تعرف وساوس الشيطان يعني في لحظات انظر وساوس الشيطان وانت تصلي. الان كم الصلاه مقدارها؟ تقريبا 7 دقائق 8 دقائق ولا لا؟ يعني او 5 دقائق. لكن الخمس دقائق هذه وش تفكيرك؟ تفكيرك عظيم، تجوب الفيافي والقفار وتذهب للسند والهند والصين وتعمر وتزوج وتجيك اولاد وتتحدث نفسك باحاديث ما لك ناقة بها ولا جمل. الخمس دقائق شلون جل له وجهه هذا؟ كل اغنيه وخليت الصلاه ما استنست وقد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما خشعت في صلاتي. الان يلا بهوجس وبحدث نفسي وش تقول؟ ما عندك وش انا بقول؟ تابع تحرك حركه انا تمشي ما عندك، لكن قلت الله اكبر جاء الشيطان اقبل بخيري ورجعي يا اقبل بخيري واذكر كذا. فاذا انت يا اخي الحبيب كثير من الناس يعني تقاعس من السحر من عين من مرض من ثم يتقاعس على الهدايه وعلى الاستقامه وانا بعيد عن الخير وانا بعيد. لا، الشيطان يفتح لك 99 باب من الخير ليدرك به بابا من الشر. فاذا جاءك الشيطان عليك ايش؟ بمصادمته بقوه. ولهذا سجدة السهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا للشيطان.